لو الحكاية فيها إن فيتو. اسمك إيه؟ حسن. إيه؟ بتحب الكورة من إمتى؟ يلا قول لي بقى، نفسك تبقى زي مين في الكورة؟ وبتتمنى إيه بقى قدام بقى لما تكبر كده؟ تكون إيه؟ وتلعب هنا ولا بره؟ كابتن الكابتن حسن الغرباوي، المدير العام لاكاديميه نادي المقاولين العرب فرع جيزه. حسن موهبه كويسه جدا، ان شاء الله باذن الله انا بتوقع له ان هو يكون من الناس اللي ليها نصيب في الكره المصريه، لان حسن ما شاء الله مستواه كويس جدا، مستواه كمان في سنه كويس جدا جدا، لدرجه ان احنا مصعدينه مع 2010. يعني حسن مواليد 2012 وبيلعب مع مواليد 2010، وان شاء الله السنه الجايه هيشارك في الدوري رغم ان لسه سنه صغير. حضرتك كابتن مختار حسن، عارف حضرتك المسؤول عن الناشئين كلهم؟ كل البرام، كل الاكاديميه في المية، عندنا مواد كتير، بس انا بناشد اتحاد الكره بالنسبه لموضوع التسويق وحاجات زي كده، هو بيهدم المواهب اللي طالعه، على اساس في مواهب طالعه كويسه زي محمد صلاح، زي النني، كل الناس دي موجوده في المواهب، وعندنا احنا مواهب كبيره قوي، عندنا حسن احمد دوت لعيب كويس، لعيب موهبه على الطريق المستقبل ان شاء الله. كابتن خالد كرم، مشرف العام الاكاديمي للمقاولين العرب فرع الجيزه. ده حسن من اللعيبه المميزين جدا عندنا، ومواليد 2012، بيلعب مع 2010، عشان هو المميز ولاعيب من اللعيبه المميزه، ان شاء الله يبقى مستقبل كويس جدا يعني ان شاء الله. واتلقب بميسي، كان هنا كابتن ميكي الاوغاري معانا، كان بينزل معاه التمرين، فليه ان هو نفس مهاره ميسي ومحمد صلاح، فكان دايما يناديله باسم ميسي ومحمد صلاح. هو من اللعيبه المميزين، وان شاء الله ده يبقى له مستقبل كويس جدا، وطبعا من خلال المدربين اللي معانا ومن خلال اداره الاكاديميه، ان شاء الله ده يشوف حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله.